بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، النهاردة إن شاء الله بنكلمكم على موضوع خطير وشائك للغاية ويثير الجدل في أغلب المجتمعات اجتماعيا ودينيا وطبيا. في جدل كبير عن هذا الموضوع، عايزين نفك الطلاسم بتاعته ونتكلم عليه عشان نوصل لنقاط محددة. الموضوع اللي هنتكلم فيه هو موضوع ختان الإناث أو ختان البنات. هل هو حاجة كويسة؟ هل هو حاجة وحشة؟ طبيا مظبوط ولا مش مظبوط؟ ايه التعارض بينه وبين الدين؟ عايزين نفك هذه الطلاسم عشان نوصل لحاجة ثابتة. بفكر حضراتكم بس اللي لسه ما اشتركش في القناة، يا ريت تشرفنا بالاشتراك في القناة عشان يوصلوا كل الإشعارات، ولو في أي أسئلة أو أي استفسار يخص الموضوع ده او موضوع غيره ممكن تكتبوه لنا في التعليقات اللي موجوده على الفيديو، ولو عجبكم الفيديو شيروه عشان يوصل للناس كلها عشان موضوع شائك للغايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه لموضوع ختان الاناث هتكلم الاول من وجهه النظر الطبيه. من وجهه النظر الطبيه هو ممنوع، بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه ممنوع طبيا. ممنوع طبيا ومحرم طبيا بكل القوانين اللي الدولة المصرية حطته، هو ممنوع جريمة، بيعتبر جريمة. كمان منظمة الصحة العالمية بتوصي بعدم الختان. احنا بس طبيا بنقول ان الختان ده هو فعلا ممنوع، ليه تأثيرات ضارة على البنات والإناث، بس في بعض الأمور ممكن يبقى مستحب او اللي ممكن يبقى فيه ضرر للبنت او ضرر للانثى. زي ايه؟ لو كان بعض الاعضاء التناسليه عندها فيها مشكله، زي كبر حجم البظر او الشفرتين كبار قوي، ممكن يقفلوا ويعملوا تراكم للافرازات ويعملوا روائح كريهه وممكن يعملوا التهابات في مجرى البول. لو البظر طويل لدرجة ان هو ممكن يعمل مشكلة استثارة زيادة او يعمل مشكلة للبنت او للانثى بعد كده في العلاقة بينها وبين جوزها، لانه ممكن يوصل في بعض الاحيان الى 2.5 سم 3 سم، يبقى حجمه كبير قوي. فلو كانت شكل الاعضاء فيها اي تشوه احنا بنسميها عملية تجميل. اللي هيقدر يعمل الكلام ده او اللي هيقدر يحدد الكلام ده طبيب النساء المؤتمن، طبيب النساء المتولي يقول محتاجه او مش محتاجه. انما في عموم الموضوع هي ممنوعه. انما لو وصلنا لموضوع ان في ضرر، ممكن يعمل تراكم افرازات لو الشفرتين كبار او البظر يبقى كبير والشفرتين كمان ملتحمين بيه، ممكن يعملوا زي استثاره ليه او احساس بالالم مع العلاقه الجنسيه مع الزوج بعد كده، فيفضل ان يحصل تهذيب لهذه الاعضاء. تهذيب وليس قطع. تهذيب وليس قطع. كما اوصانا الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال لا تنهكي، كان بيتكلم على واحده كانت بتعمل ختان لبنت، لا لا تنهكي، يعني ما تقطعيش، ما تجزيش، خدي حته صغيره كده وخلاص. ده المقصود بكلمه الطهاره او الختان بالنسبه للبنات. طيب، في انواع للطهاره كتير، بعض الناس بقى بتسيء فيها لدرجه ان هم بيعملوا مصايب سوداء. والصور هتبقى موجوده بالنسبه لكم، هتبقى معروضه دلوقتي انواع الختان اللي بيتعمل، الثلاث اربع انواع اللي بيتعملوا. في بعض الناس بتشيل الاعضاء التناسليه كلها، فبتمنع احساس الست خالص، ممكن تصيبها ببرود جنسي ما بتحسش. طبعا الاخذ الزياده عن اللازم دوت، اللي في ناس بتشيل البظر كامل، في ناس بتشيل البظر كامل ومعاه الشفرتين زي ما حضراتكم شايفين في الصور اللي معموله، الانواع المختلفه من الختان. في ناس بتشيل البظر والشفرتين الصغيرين ويشيلوا الشفرتين الكبار ويخيطوهم مع بعضهم ويسيبوا حته صغيره بس كده، فتحه صغيره تعدي الدم والبول. دي طبعا ممكن تعمل
مشاكل في موضوع المية، وكمان تعمل مشاكل وألم في موضوع العلاقة الجنسية للزوج بعد كده، والأنثى كمان تحس بألم جامد، الفتحة ضيقة قوي. فهنقول خلاصة الكلام بالنسبة للبنت أو بالنسبة للأنثى، مش هنلجأ للموضوع دوت إلا لو كان طبيب النساء المحتمل قال إن في تشويه أو الأعضاء التناسلية مشوهة، فممكن تأثر طبيا على البنت أو الأنثى، إنها تعمل ميكروبات وتعمل إفرازات تتجمع ورا الشفرتين، فممكن تعمل التهابات في المية والتهابات تصاعدية في المهبل، أو ممكن الشفرتين يبقوا كبار قوي مع المهبل مع البزر كبير برضه، فيحصل استثارة وألم جامد في البزر، أو كمان ممكن البزر يبقى حجمه كبير لدرجة إنه يعوق العملية الجنسية مع الزوج بعد كده، فممكن ساعتها يفكر الدكتور النساء أخصائي النساء المؤتمن، كان يقعد يقول المؤتمن 10 مرات، ممكن يشيل جزء من البزر، جزء زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنهكي، يعني ما تشيليش جامد، حتة صغيرة، عشان يبقى شلنا المشكلة اللي عاملة الألم أو عاملة إعاقة للزوج. ممكن برضو لو الشفرات عاملة الشفرتين الصغيرين عاملين تراكم لإفرازات وبيعملوا التهابات وحاجات زي كده، ممكن نشيل جزء صغير منهم أو نشيل جزء منهم بحيث ما يعملش تراكم لهذه الإفرازات وروائح كريهة وألم والتهابات في مجرى البول ومجرى المهبل. بشرط ان ما اخدش جامد او ما احفش جامد، احس ان انا اسيب الاعضاء التناسليه بتاعت الانثى يبقى فيها الاحساس تتجاوب مع زوجها، ما يبقاش عندها برود جنسي، لان الزياده الجامده في الاخذ او الختان الزايد عن اللازم هيؤدي الى البرود الجنسي عند الانثى. ارجو نكون يعني وصلنا لنقطة نهائية في الموضوع ده قانونيا أو سياسيا أو سياسات الدولة الصحية، ممنوع ختان، ممنوع إلا إذا كان عملية مش في مجمله مش روتين، لو واحدة ست أو بنت أو أنثى عندها الأعضاء التناسلية بتاعتها مشوهة ممكن يحصل فيها تهذيب وليس قطع وليس بتر. يعني في المجتمعات المتخلفة قبل ذلك كان بيعتبر الختان دوت حاجة رقم واحد، بيعتبروه عفة انك تشيل كله عشان البنت ما تحسش بقى بأي احساس، عشان ما يعني يقال يعني البنت يعني لما تبقى فيها احاسيس جامدة ممكن تنحرف. الحاجة التانية كان يشيله برضو عشان الافرازات اللي بتحصل بتاع الكلام ده، فيسموها طهاره، ان مش هيبقى فيها الافرازات الكريهه والحاجات ديت، فان البنت تبقى نظيفه او تبقى طاهره. كمان في بعض المجتمعات بيعتبروها من مراسم البلوغ والزواج، ان البنت قبل ما تتجوز او قبل ما تبلغ لازم يحصل لها الموضوع ده كمرسم من المراسم او كحاجه من المراسم اللي بيعملوها وقت البلوغ والزواج. طبعا اكتر المجتمعات اللي بتعمل الموضوع دوت المجتمعات العربيه في الشرق الاوسط ودول افريقيا ودول شرق اسيا ودول امريكا اللاتينيه، وكمان المهاجرين في الدول الاوروبيه وكندا واستراليا. ارجو نكون استفدنا من هذا الموضوع، واللي عنده استفسار يسيبه لنا في التعليقات بتاعه الفيديو، ولو كان عجبكم الفيديو ممكن نشيره عشان الناس كلها تستفيد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.